في ظل الأزمات الاقتصادية الكل بيبقى عنده سؤال واحد، إزاي أستثمر فلوسي؟ فممكن تلاقي إجابات زي الذهب أو البورصة أو حتى الودائع البنكية، بس إيه رأيك لو استثمرتي فلوسك في حقائب اليد؟ Money Talks. الاستثمار في حقيبة يد فاخرة أفضل حتى من الاستثمار في الذهب، ده اللي أظهره تحليل أجراه موقع باك هانتر المتخصص في بيع الحقائب النسائية الفاخرة، لما لقى إن شنطة زي إرماس بيركن ارتفع سعرها حوالي 500% خلال آخر 35 سنة، ودي مش طفرة ولا حاجة غريبة في سوق السلع الفاخرة. فشنطة شانيل الكلاسيكية قابلة للطي وصل سعرها دلوقتي لأكتر من 6000 جنيه استرليني، يعني زادت 40% من أوائل 2020، والسبب في الارتفاع ده بسيط جدا، وهو ان السلع دي محصنة ضد التضخم، لان الشركات المنتجة بتحط هامش ربح مرتفع، يعني تقدر ترفع اسعارها وقت ما تحب، لان ده ببساطة اللي بيتوقعه العملاء الاثرياء. عشان كده لما حد بيشتري المنتجات دي ويرجع يبيعها بينتظر سعر اعلى من اللي اشترى بيه اصلا. والموضوع مش متوقف على الشنط بس، فمثلا رولكس احد اشهر مصنعي ساعات اليد اطلقت برنامج السنة اللي فاتت لاعتماد الساعات المستعملة، واللي خلى رولكس تتجه الخطوة دي هو السعي للاستفادة من سوق الساعات الفاخرة المستعملة اللي وصل حجمها لحوالي 20 مليار دولار، مع توقعات بأنه يوصل ل 29 مليار في سنة 2025. ودلوقتي هل ممكن تفكر تستثمر فلوسك في المنتجات الفاخرة بدل الاستثمار التقليدي في الذهب أو البورصة؟